طب اقول مبروك لمين؟ للعريس ولا العروسة؟ ولا لي انا؟ بس انت ما تفهميش حاجة ولا تعرفي. ده حبيبي واللي فرحي فرحني. صح يا سوما؟ بتقول لها؟ قال لي اصل سوما ما بيخبيش عني اي حاجة. ميرسي قوي يا غدا انك جيتي، البوفيه هيفتح كمان شوية. اتفضلي عمر تعالي معايا غدا. استنى هقول حاجة لاختك بس ما تخافش. بقول لك ايه؟ وانت عملتي ايه في نفسك؟ اصل توحشتي قوي، انت كنتي زي القمر. ايه اللي جرى؟ اصل انا لقيت نفسي حلوه قوي قوي في عيون سوما، فخفت من العين والحسن، قلت اوحش نفسي شويه. طب هو ذنبه ايه؟ شوف الوحشه دي ليه كده بس؟ اصله شبه يا حبيبتي من حلاوتك، قال لي جرب حاجه مختلفه، حاجه حرشه. مش هيطي، هيرجع. انا عارفه اكتر. وماله؟ انت موجوده استبنى. ما هو اللي اعرفه ان السيجاره لما بتتشرب بيتداس عليها بالجزمه القديمه. عمر كفايه كده. غدا من فضلك روح. طب هدخل الحمام وامشي على طول. عاجبك كده؟ ايه مزنوقه يعني؟ ادخل الحمام ولا اعملها هنا؟ مش طلعت برضه؟ طب تعالي يا حبيبتي انا همديكي. تعالي توديني فين؟ انا حافظه المكان ده سنتي سنتي وشبر شبر. تحب اوديك انا؟ خلي بالك منها. بقولك ايه؟ اي هو ده اكلنا ولا اكل مين؟ ده اكل العريس والعروسة. اه يعني احنا بره وهم هنا. مظبوط. هو انت اسمك ايه؟ مي. تعالي يا مي. افندم مستر حسام ما بيشربش عصير برتقال. مش انت عندك صدى؟ اه موجود صدى جوه حديث صدى. حاضر حاضر. الفيران ماليه المزرعه وانا خايف على الحاجات اللي هنا. طب ما تقلقش، هبعت اجيب نوع سم كويس واروح ارش المكان اخر النهار. اهم حاجه بس تاخدي بالك من الهدوم اللي في الاوضه. الحقيقه انا مش لاقيه اي لازمه اللي انت عامله هناك ده. لبس ايه اللي كانت مختاره قبل ما تسيبك يا حسين؟ لو سمحت يا غدا اعمل اللي بقولك عليه. اوكي اوكي.